Euh, bonjour, euh, chers amis, les amants de la langue française. Euh, et comme d'habitude, on commence euh, notre euh, épisode de préparation euh, du DELF euh, A1 et A2 et par euh, la préparation de, du vocabulaire essentiel de ce de niveau. انتوا بتعملوا عمل عظيم ان انتوا بتتابعوا يعني تطور مستواكم في اللغه الفرنسيه جميله جميلات اللغات الاوروبيه وبنطورها بشكل مظبوط وبشكل صح والمظبوط والصح اللي احنا قلنا عليه قبل كده هو اف ال او اللي هو الفلو فرنسي لونج إترانجير آه، النهارده هنكمل آه، كويز جديد آه، برضو، آه، آه، وهنكمل بيت آه، كويز اللي احنا بدأناه في الحلقة اللي فاتت، وهنتكلم عن دوسي آه، برضو كلكم آه، حابين تبقوا آه، الفوكابليري بتاعته وتكونوا متمكنين منها، آه، آه، والجميل في الموضوع اللي هو طريقة عرض الكيستيون. بطريقه ممتعه جدا 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 ويبدا باول آه كيستيون بشكله الجديد اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اللي هو دوفينيت دوفينيت معناها فوازير ويا ترى هنشوف مين هيحل اول فزوره نبص مع بعض على اللاب ونشوف اول كيستيون بيقول لنا ايه دوفينيت بور ميو فوار اون دي طبعا يا شطار احنا عايزين نحفظ كلمة نظارة مثلا مثلا يعني اسهل ان انا احفظ كلمة نضارة كلمة ومعناها ولا اسهل انها تخش في سياق جملة عشان يفضل معنى الجملة دي داعم للكلمة اللي انت حفظتها اكيد كلكم دلوقتي بصوت واحد قلتولي الكلمة لما تخش في جملة افضل كتير جدا من انها تتحفظ لوحدها بدون أي استخدام فعلى طول هتتنسي لا محالة هتتنسي هتتنسي. يقول لي بور ميو on porte دي يبقى عشان نشوف بشكل أفضل يبقى الناس طبعاً تترجم كلمة ميو يعني بشكل أحسن بشكل أفضل حتى لما حد يجي يسأل حد مثلاً عن صحته ويقول له إيه؟ يقول له كومون سافا؟ أنت أخبارك إيه؟ يقول له مثلاً جو بيان. اللي رد قال بيان ده ده راجل اه عادي صحته كويسه اه او ما كانش عيان يعني لكن لو حد كان عيان وانا قلت له كومون سافا انت اخبارك ايه دلوقتي المفروض هو يرد عليا مش يقول لي ايه مش يقول لي سافا بيان لو لو سافا بيان يبقى هو ما فهمش السؤال لكن هو المفروض يقول لي سافا ميو يعني أنا دلوقتي بشكل أنا دلوقتي صحتي أحسن، فعشان كده بقول لكم اكتبوا كلمة ميو عشان تستخدموها بالطريقة دي، يبقى بور ميو فواغ porte دي أكيد كلكم قلتوا لي دلوقتي اللي هي لونات، طب لونات هتبقى إيه؟ هتبقى سنجولي ولا بلوريال؟ كل الناس طبعا عارفة زي الأونجلي بالظبط إن إحنا ما بنخليهاش سنجولي هتبقى بلوريال على طول.

طب ايه اللي يخليه يلبس جزمه ضيقه والله هو يقول لك مثلا هو اشتراها كده او هو حب مفيش المقاس بتاعه اللي هو بين البين دوت مش موجود فطلعت ضيقه عليه آه والجزمه عجباه ولونها آه عجبه قوي فالبسها فاللي حصل بقى ان هو هيبقى اونا مال او بي كيستيون سويفونت بيقول لي كونت اون فوا بيان اونا اون بون كونت اون فوا بيان لما بنبص كويس قوي بنشوف حلو قوي يبقى اون اون بون بون ايه بقى يا شطار ايه بقى اللي هو حاسه النظر يبقى اسمها فيو يبقى اسمها فيو في ده يبقى الاجابه بتاعه الكيستيون شوف الكيستيون اللي بعده بيقول سوني سوني با بون bon. تاني سوني با بون والناس تقعد تردد الجمله دي ورا بعض كتير مثلا نقول خمسين مره كده عشان في عندنا هنا كلمتين لو ما تظبطوش يبقى انت اه بتنطق اه يعني او لسه في المستويات البدائيه اللي هي ايه بابون بابون يعني نقول كده ورا بعض بابون 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 لانه عندنا البي لالبي بابا بتفرق عن البي بي بي لان هما اه من نفس النوع بس طبعا نطق الغلط فيهم بي آه يخلينا شكلنا وحش واحنا بنتكلم. طيب سوني بابون سا ا موفي <applause> موفي ايه بقى؟ اللي هو الشخص اللي هو يعني حاسس ان مش حلو يعني يبقى عنده ايه بقى؟ يبقى موفي موفي كوا يا ترى انتوا قولوا موفيك ايه اللي ممكن الكلمه الماسكولان اللي احنا نضيفها طالما هو سوني با بون يبقى ايه؟ سا موفيك وابقى بقى لو احنا قلنا سونتي مش هتنفع ليه بقى سونتي مش هتنفع؟ لان كلمه موفي وسنتي وسونتي فيمينا يبقى هي مش سونتي طب ايه بقى يا شطار؟ ها؟ ايه رايكم هتقولوا ايه؟ ها؟ موفيك و موفيكو؟ ماشي موفي جو بس جو اه تمام سوني با ممكن نتكلم على اه نتكلم على اه أكلة مش شرط صحة يعني مش شرط يبقى اه بون ممكن نتكلم على حاجة طعمها اه مش حلو يعني يبقى سا موفي جو طيب لابو اه دي بيبي اي طبعا لابو اللي هو البشرة بتاعة البيبي بتكون ايه طبعا هندور على ادجكتيف ايه تكون مناسبة للبشرة وطبعا ده بي بي يعني مفيش مفيش حل تاني هو لازم يكون احسن حاجة في الصفات ايه افضل حاجة لبشرة البي بي اللي هو ايه ايه دوس يبقى دي او يو سي او ايه اللي هو الفيمينا بتاع الادجكتيف اللي هو دو دي او يو اكس طيب لا suivante. Quand on mange trop, لما بناكل ترو حد يقول لي ترو معناها ايه هيقولوا لي كتير لا ده مش كتير ده كتير جدا 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 يعني زياده عن اللزوم لو هو كان عايز يقول كتير كان هيقول بوكو طبعا بوكو ده ما يستدعيش يعني ان يحصل له مثلا مغص لكن اللي يحصل له مغص امتى لما ياكل زياده عن اللزوم وكلمه بقى تخو دي تستخدمها مش في المعنى ده بس لا في كل حاجه في كل حاجه كلمه خو يعني زياده عن اللزوم يبقى اون مال او ها او يبقى او فونتر في ناس تقولي طب استوما تنفع طب ما تنفع كمعنى لكن كجرامير بقى وستركتور بقى وتكوين جمله مش هتتركب مع البريبوزيسيون او فبالتالي فونتر هي الانسب للاجابه La suivante. On joue du piano. On va faire connaître un verbe jouer. Bien la préposition à ou à la à l'apostrophe, Ou, avec les jeux qu'on peut jouer avec le ballon, ou avec le ballon, ou avec le verbe jouer. Bien avec la préposition à, à la à l'apostrophe. و او او اكس مع السبور، افيك بالون بال وبول تتلعب بكور يعني لكن فيرب فير بياخد البارتيتيف دي دو لا دي لما يكون سبور اي سبور حتى لو كانت فيها بالو بالون وبول ولو ما كانش فيها الثلاثه دول يبقى فيرب فير ينفع mal jouer, il y a un partitif, ah, il y un partitif, mais c'est mal sport, il y a un partitif la musique, le piano, mal guitare, ma any musique, il partitif ou verbe jouer. Tab maintenant, piano, n'est avec piano avec avec les doigts, avec les doigts. le coiffeur coupe les, eba coupe les يبقى لي شفو اللي احنا بننطقها كده بسرعه كده شفو تنفع وشفو تنفع ااا أه فراس سويفونت بيقول سني با كالم سني با كالم سي يعني ده مش هادي الموضوع مش هادي ممكن نقول المكان مش هادي الـ 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 اي حاجه الفصل مش هادي اي حاجه سني با كالم <أيه> طب ايه عكس الايه الكونتخيغ بتاع الكلم يا ترى هتقولوا ايه ها ها سي انتوا عارفين طبعا بغوي مش كده بغوي يعني ايه يعني دوشة والاسم من من بغوي اسم برضو مقابل او موازي ليها اللي هو البغيتاج <بلدان> طب ايه عكس بقى الـ الـ يعني هو طبعا احنا عايزين نفس المعنى بس عايزين الادجكتيف بقى لإن بروي وبريتاج دول نو عايزين الادجكتيف بتاعهم اللي هو إيه بقى؟ اللي هو برويون. برويون اللي هو إيه بقى؟ اللي هو اه عامل دوشة، اللي هو متسبب في الدوشة. طيب، كونت كونت إليا أو كونت إينيا با دو لوميير لما ما يكونش في لوميير يا شطار. ويعني يبقى ايه في اقتراحات كتير ممكن تقول الفينوي يعني تبقى الدنيا ليل بس طبعا في ناس بتنور نور بالليل فيعني ممكن يقول لك حد يقول لك طب ما احنا بننور نور يبقى ايه ايه الحل مش تنفع الفينوي اه يبقى ساعتها هنقول يبقى بقى الفي أمبر أمبر اللي هو الدنيا بتبقى ضلمه أمبر او ام بي ار او يبقى دي الاجابه بتاعت الكيستيون ده. طيب نرجع بقى ل بفكركم بضروره ان احنا نتعامل مع الفوكابلاير مش بمعامله المعنى ذات الوجه الواحد لا الفوكابلاير لازم نفكر فيه بالمعاني الممكنه ذات الاوجه المتعدده عشان اعرف اتكلم واعرف احط اللفظ المناسب في الموقف المناسب مع الشخص المناسب في الوقت المناسب مهم جدا 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 كلامنا انا بقوله ده اختيار اللفظ المناسب ذو المعنى المناسب في الجمله المناسبه مع الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب كده انت تتكلم لونج مظبوطه وصحيحه جدا 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 طيب لما نحب نكمل مع بعض واقول لكم اه انتوا استفدتوا ايه من ال من ال ال الكويز اللي احنا بناخده دلوقتي اكيد عرفتوا اه الفعل اللي بيجي مع اه احد اعضاء جسم الانسان عرفتوا الفرق ما بين الافعال نفسها بعضها ببعض اه عرفنا ال ال المقصود ب اه الفيرب نفسه مع مع مثلا اوغي ليها فعلين فعل ايكوتي وفعل اونتوندغ هل نقدر نستخدم الاثنين في موقف واحد نو 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 كل حاجه بيبقى معنى محدد ودقيق نخش نخش مع بعض تاني على اللاب ونشوف الكيستيون اللي بعد كده هيقول لي ايه في كيستيون بيقول لي بوزي دي طبعا ده موضوع الكيستيون ده الانتروجاسيون ده موضوع مهم جدا للناس اللي عايزه تتكلم فرنسي بسرعه وبايزمون بشكل بسيط بشكل سهل أه بنعمل كيستيون أه يعني ضروري نتعلم ان احنا نعمل كيستيون عشان ايه هي اللونج هي إيه اللونج عباره عن ايه عن كيستيون ريبونس يعني الناس كلها عارفه الكلام ده طيب أه هل ده يستدعي ان احنا نشرح طريقة عمل السؤال؟ والله احنا شرحناه قبل كده كتير جدا جدا جدا، لكن مفيش مانع ان احنا نخصص حلقة اه اه على هذا الموضوع، لأنه اه موضوع مهم، ان انت بوزي ده موضوع مهم جدا، خاصة إنه ان احنا الفلو طالب مننا ان احنا نتعامل مع الانتروجاسيون مش بفكر الاف ال اه اس، بفكر المدارس. يعني في المدرسة المنهج أو البروفيسور بيطلب من الطالب إن هو يعمل كيستيون، طيب الولد بيتعلم أسلوب في الكيستيون ممكن يكاد يكون اون فورم اون سول فورم أو دو فورم با بلوس، يعني لما نقول إن هو عمل حاجة فظيعة هيسأل بأسلوبين نفس الكيستيون يقولوا بطريقتين لكن الفلو عندنا لا احنا عندنا كاتر فورم عندنا للكيستيون الواحد كاتر فورم اتنين فورم احنا قلناهم قبل كده في الحلقات اللي فاتت ان في اتنين فورم من الكاتر بيستخدموا في ال يعني الكونتاكت اوفيسيال او نقول لونج فورمال اللي هي اللغه الرسميه شويه وفي دو بنستخدمهم في اللونج انفورمال او اللونجاج انفورمال اللي هو التعامل اللغوي الغير رسمي مع الاخوات مع الاصدقاء مع الجيران مع الاصحاب يبقى يبقى في اكتر من فغم مش دو بس لو كتر طب نرجع ونشوف احنا هنتعامل مع الملف ده ازاي نبص على الكيستيون ونعمل اول كيستيون بيقول لي جي مال او فونتر اي او مال او فونتر اي او دكتور واحد بيشتكي للدكتور فطبعا فبيقول جي مال او فونتر اي او اي او جامب دكتور يبقى كان الكيستيون ايه احنا دلوقتي اللي احنا بنقوله ده اللي هو الريبونس اللي هو اساسا حط عليها سولينيدي دي اللي هي كانت الاجابه يبقى الدكتور سال قال ايه يلا شطار هنسال على او اوفونتر ايه و جومب بانهي كيستيون كنا احنا قلنا قبل كده ان في حاجه اسمها الانتروجاسيون على السيركونستانس دو تون دو ليو و دو مانيير والكلام ده كلكم عارفينه فاحنا ممكن ننقي منها واحده ننقي منها ايه ننقي منها الاو ليه او لان او فونتر هنا او هنا هو مكان يعني يعتبر احنا بنعتبره انه هو مكان مكان لايه يا شطار مكان للالم اللي هو المال فطالما هو مكان لحاجه يبقى أو على طول يبقى او مال ده كان السؤال بتاع الدكتور وخاصه ان هو لو كان ولد صغير لكن لو كان حد مريض يعني ادلت كده شويه يعني كبير الدكتور ما هي مش هيقول له تي هيقولوا فوز افي مال او يبقى فوز مال او طب في ناس قاعده بتسمعني دلوقتي بيقولوا لي طب احنا عايزين نعرف الكاتخ فورم هم ايه عشان نقدر ننوع اه اقول لك الكاتر فورم بس مش ينفع في الحلقه ديت عشان الوقت بيجري بسرعه ودي طبعا عايزه ان انا اكتب لك بايدي الكاتخ فورم فهيكون طبعا عندنا داتا شو وهت هتشوفني وانا بكتب لك الكاتر فورم بتوع كل كيستيون هنا هنكتفي بفورم واحده بس يبقى جي مال او ايه اي او هيبقى فو زافي مال او او ويسك فو زافي مال ادي زديتلك كمان ادي فورم تانية يبقى عندنا كده دو فورم ناخد الكيستيون اللي بعده اللي كانت اجابته ايل بيز 75 كيلو ايل بيز سوسونت كنز كيلو ده مديني رقم طب يبقى بنسأل على الأعداد أو الأرقام أو الكميات عموما يعني احنا هنعتبرها كميات يبقى هنسأل بكلمة كومبيان يبقى كومبيان دو كيلو إل بيز كومبيان دو كيلو إل بيز أو إل بيز كومبيان دو كيلو أدي كده اديتك اتنين فورم من الكتر السؤال سويفونت لما يكون الريبونس يقولي إلي سامبا مي ان بو تيميد هنا طالما هو بيوصف الكاراكتير يا او بيوصف الفيزيك يبقى لازم يقول كومو إلي او كومون إيتيل او او إلي كومون هي شكلها عامل ازاي او هي اوصفها لي هي 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 عامله يعني شكلها ايه Mon qu'il il est sympa, mais un peu timide. Yuba, comment les physiques, le physique, caractère Et question, les bas de il Elle mesure 1 m70. Elle mesure 1 m70. Euh, verbe mesurer, manéha. إن هو يعني مقاسه يعني هو يعني هو بتقيس أو مقاسها متر و70 اللي 70 سنتي. أه طول حلو طول مناسب آه للي عايز يعرف يعني الطول ده كويس ولا لأ طبعا هو طول حلو. آه فعايزين نسأل على أن متر و70 يبقى طبعا طالما هو فيه كم أو عدد كميه يعني او عدد يبقى نسال عليها بكلمه كومبيان يبقى الكيستيون الاولاني هخلي الجمله زي ما هي كده يبقى ال واحط كلمه كوم يبقى ال ميزيغ كومبيان مش ضروري اقول متر يعني اقول ال كومبيان دو متر ده حاجه مضحكه جدا يعني هي ما اقول مع معقول حد يسال على طول حد هي كم متر ما ينفعش طالما هو هيبقى متر واحد وكم سنتي يبقى اقول ال ميزور كومبيان واسكت طيب الكيستيون سويفونت بيقول لي ايه بيقول لي نو سان فا با تاني نو سان فا با يعني تنطقوها زي ما انا بنطقها كده بالظبط يبقى نو سان فا با جو سوي فاتيغي يبقى ده راجل حد تعبان أو حد عيان فاحنا عايزين نسأله بالسؤال اللي هو هيكون الرد بتاعه نو سان فا با، جو سوي فاتيجي، يبقى كلكم عارفين اللي هو إيه؟ لو أنا قلت له كومون سا فا ما كانش هيقول لي نو، يعني حاجة بالعقل، لو أنا قلت له كومون سا فا كان هيرد عليا يقول لي إيه؟ سان فا با، لكن لما أقول لي نو، يبقى لازم انا اساله سؤال يكون الرد عليه يا اما بوي يا اما بنو يا اما بسي في الحاله دي هقوله ايه هقوله سافا بس كده اقوله سافا او هقوله مثلا فوزالي بيان لو كان حد يعني مش واخد عليا قوي لو صاحبي اقوله ايه اقوله ايه اقوله إيه؟ اه تو بيان تو بيان يقول لي نو سان با انا مش كويس او صحتي مش حلوة جو فاتيجي كده الكيستيون انتهى الانتروجاسيون وهنخش على الكيستيون اللي بعده اللي هو كيستيون ست بيقول لي اسوسي لي سيتياسيون افيك لي طبعا هنا عندنا مواقف والمواقف ديت هنوصلها بالاندروا لو بالمكان اللي بيحصل فيه الاكتيفيتي ديت او الحاجه اللي انتو هتقروها في اه اول السؤال. اه الفراز اون اه بيقول لي ايه؟ بيقول لي جو في دي لارج يبقى اه جو في دي ال ديت يعني لارج. اه ده هيبقى فين؟ هيبقى عند الكوافور يعني شي لو كوافور ولا شي لو ولا دانز ان ماجازان دو فيتمون ولا دانز اون بارفومري يعني وفي كمان عندنا دانز اون كويزين اه ايه بقى يا ترى هيبقى في انهي واحد من دول لما يقول مثلا جو في دي ال هيبقى كوافور ولا ميدسان ولا ماجازان دو فيتمون كل الناس طبعا هتقول ان هو دو فيتمون لان اللارج دي مش هتبقى الا في مكا مكان زي كده دوزيام كيستيون سا سون بون طبعا الاون اللي انتم شفتوها في الاول ديت هنقول ام كده يعني هو ده صوت مش كلمه فرنساوي ده صوت بيعبر عن الاكسكلاماسيون او الأدميغاسيون الاعجاب او التعجب وبعدها سا سون بون الشطار اللي كانوا معايا في الحلقه اللي فاتت يقولوا لي ساسون بوم معناها ايه انا هسكت اهو مستني تردوا عليا يلا الحلقه اللي فاتت انا قلت ساسون بوم مش هتترجم بمعنى حرفي ساسون بوم معناها ايه تمام 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 اللي رد عليا وقال لي ان ساسون بوم لما انا اكون معزوم عند حد واشم حاجه كويسه في الاكل او اشم طبق حلو في الاكل اقول عليه ساسون بون. يلا كيسك تو في يا اه, ترى انت بتعمل ايه هيبقى على طول هروح للمين بقى هروح للكويزين اروح للكويزين لان كده هيبقى طبخ بقى وحد عامل اكله كويسه اه, كيستيون سويفامت يقول لي كيسك فو مال او او استك فو مال باردون او فو زافي مال فاكرين السؤال اللي هو كان بيقول جي مال A la question a forme quatre formes est-ce que vous euh, avez euh, mal euh, chez le docteur euh, ou chez le médecin euh, question suivante coupez les couper coupe les cours s'il vous plaît je l'homme euh,

سا سون bon. خدوا بالكم بقى سا سون بون، مي سي أن فور، يبقى في هنا هنا في حاجة عايز أقول لكم عليها مهم جدًا، سا بون، bon. هنا تكررت في ما يخص اللي هو إيه؟ يخص الباخفان، طب ليه أنا قلت هنا باخفان؟ عشان تكملة الجملة بتقول إن الاودور ال ال او الرائحه الجميله الذكيه اللي انا بشمها دلوقتي مش ريحه اكل بقى لا دي ريحه بارفان ايه اللي عرفني انها بارفان لانه بيقول لي مي سيتان بو فور يعني شديده شويه بور موا جو بريفر كلك شوز دو بلو ليجير يعني عايز حاجه اخف يبقى على طول اقول دونزون بارفومري في محل عطور طبعا اجابات زي ما انت زي ما انا قلت لكم قبل كده تتعمل في التابلو اللي هو قدامنا دوت عشان نتعود على شكل امتحانات الدلف بالتمرين دوت انا كنت سعيد جدا وانا كنت معاكم ومستمتعين جدا جدا بالريفيزيون <applause> على الفوكابولير إيسانسيال دي نيفو A1 و A2 بقول لكم جوفوا ميرسي و